في سوريا تجددت في محافظة السويداء جنوبي البلاد وقفات احتجاجية ينظمها أبناء المدينة اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والأمنية. وتشهد السويداء منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية عن شرائح واسعة من السوريين الخاضعين لسلطة النظام، أبرزها الخبز، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات الأساسية الأخرى. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من أمستردام الصحفي السوري حافظ قرغوط. أهلا بك سيد حافظ على شاشة العربي. سأبدأ معك عن سؤال عن خلفية هذه الاحتجاجات ودلالة تجددها من حين إلى آخر في السويداء. نعم، تحية لكم لمشاهديكم. يعني دائما كانت هنالك مطالب للناس، ودائما كان هنالك عناوين يخرج لأجلها الشباب بالسويداء. حقيقة عندما ابتدأت الثورة السورية ضد هذا النظام كانت المطالب عامة وتمس كل السوريين، ومنذ ذلك الحين ساهمت السويداء بطريقتها الخاصة في التعبير عن ذاتها ودعم مطالب السوريين، كان في الحرية والكرامة أو بإبعاد شبح الأحكام العرفية الموجودة وإنشاء دولة مدنية ديمقراطية لجميع أبناء هذا الوطن. لكن مع الأزمة الاقتصادية التي سارت أيضا ووازت الحراك الشعبي، ابتدأت أيضا شرائح جديدة تتأذى، شرائح كانت بعيدة عن السياسة لا تدرك معنى الشعارات الكبرى في تحويل وطن أو فيما معنى أن يكون الناس تحت جنح القانون. الناس العادية التي تريد لقمة العيش أيضا دخلت على الخط بأنها ابتدأت تشعر بأن هنالك من يسرق لقمة عيشها، وهكذا تدرجت الأمور. يعني في 2015 كانت هنالك ايضا حمله لها علاقه بهذا الامر المعيشي، جزء منه وكانوا اغلبهم شباب اللي انقطعوا، ما قدروا عاد يروحوا على العاصمه او ما قدروا يتابعوا تعليمهم بسبب الحواجز او الامن او طلبوا للعسكري وما بدهم يخدموا مع النظام. فابتدات في حمله خنقتونا كان اسمها، في حمله بدنا نعيش كان اسمها سابقا، في حمله اسمها حطمتونا. وعلى اثر اول حمله بال 2015 صار في تفجيرات من قبل الامن النظام واغتيل الشيخ وحيد البلعوث وعدد كبير من المدنيين في شوارع السويداء. النظام دائما كان له حلول شبه أمنية، لم يطور الحل الأمني مع السويداء كونه كان يدعي بأنه يحمي الأقليات وبأين ثورة السوريين هي ثورة متطرفة وثورة إسلاميين. لذلك كانت تؤذيه السويداء بأنها تعبر للعالم بأن هنالك حالة وطنية مدنية. هذا ما كنت الآن هذه الثورة استكمال لذلك. سيد حافظ، ما هو أفق هذه الاحتجاجات برأيك؟ هل من الممكن أن تشكل تهديدا لنظام الأسد، خاصة في حال ما إذا توسعت إلى المحافظات المجاورة؟ أعتقد ذلك. يعني على الأقل حاليا نفس الألم يعاني منه السوريون إن كان في العاصمة دمشق، ولاحظنا هذه العاصمة الكريمة ابتدأت كثير ناس تنام بالشوارع، وابتدأت كثير ناس تلاقي قوت يومها أحيانا بالصعوبة جدا وتنام بدون أصلا أكل بعض الأسر. في طرطوس أيضا يلاحظون كيف أن الشبيحة فقط هم من يستطيعون أن يجلبوا خبز أو غيره، حتى الشبيحة قادرين يفوتوا على لبنان ويجوا بالتعامل مع حزب الله. لكن أيضا في اللاذقية فيها حلب المدينة، كل المناطق التي ما زالت تحت سيطرة النظام تتشابه مع ما تعاني منه السويداء. عدا عن ذلك أن هنالك أيضا عصابات تتحكم في الحالة الأمنية للمواطنين، عمليات خطف وطلب فدية وما إلى ذلك، بالإضافة بأن لم يعد هنالك مركزية دولة، أصبحت في كل مكان شبيحة حارة هي التي تتحكم بالقانون. بنفس الوقت نظام الأسد لا يوجد لديه رجال أو نساء دولة مرموقين يمكن أن يوجدوا حلولا للناس على طريقة المؤسسات. هو مجموعة تركيبة غريبة عجيبة، يعني مجموعة من أصحاب المصالح والفساد تدير بقرارات ارتباطية. حتى تركيبة السويداء في حد ذاتها اليوم سيد حافظ تحمل الكثير من الخصوصية. هنا السؤال، هل سيكتفي نظام الأسد وكل الأنباء تشير إلى إرساله المزيد من التعزيزات العسكرية في هذه المنطقة، هل سيكتفي بتشديد القبضة الأمنية أم سيكون مضطرا للاستجابة لمطالب أهالي السويداء؟ لا يوجد لديه قدرة على تلبية المطالب، فهو اقتصاديا عاجز ويعاني هو بحد ذاته، بالإضافة بأن الفساد يأكل كل شيء حتى لو أراد أن يوجد بعض الحلول الاقتصادية. عدا عن ذلك بأن الشعارات تطورت وأصبحت خارج نطاق الأمور الاقتصادية المباشرة، بل أصبحت المطالب واضحة، هنالك بيانات وهنالك أكثر تنظيم للتظاهرات تطالب بدولة مدنية تحت سقف القانون لجميع السوريين وبتطبيق القرارات الدولية وبجعل سوريا مدنية
السويداء يدرك أبنائها بأنهم أبناء من قاموا بالثورة السورية الكبرى، ولذلك هم ساهموا في تشكيل الدولة السورية ويريدون أن يتابعوا هذا المصير. هذه الدولة اختطفت لهذا الحكم، يريدون استعادتها للسوريين. الآن النظام ليس لديه إلا الحلول الأمنية كما تفضلت وسألت، هو مقارنة يذهب باتجاه الأمن كما فعل مع درعا وكما فعل مع بقية المحافظات. ليس لديه حلول، وكما قلت ليس لديه رجال عقلاء أو رجال دولة أو نساء دولة مرموقين يستطيعون أن يستنبطوا أو أن يتناقشوا أو لديه مراكز بحوث أن تعطي حلولا. أعتقد النظام ربما الروس يضغطون عليه الآن بشكل أو بآخر، لا يريدون تصعيد الموقف هذا من جهة، وكون السويداء تحمل خصوصية خاصة وأنها ذات أكثرية درزية للطائفة الدرزية فوق 90% من السكان الروس، قد تسبب إحراجا بأن هذا الحراك هو حراك وطني، وهذه رسالة لدول العالم والأمم المتحدة بأن كل ادعاءات النظام وخلفه الروس والإيرانيين كانت كاذبة. لذلك الحراك نعم مستمر وهو يأخذ طابع جديد وأكثر تنظيم، قبل 6 أيام ابتدأ لكن نلاحظ اليوم أنه أصبح منظم وأصبح هنالك من يدير أقل ما يمكن البيانات ويخاطب الشارع والمجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك من أمستردام الصحفي السوري.